أرحب فيكم أعزائي المشاهدين، اليوم معاي في فقرة سلة حواء اللي نتكلم فيها ونتحدث عن كل ما يخص صحة المرأة من تغذية واستخدام أعشاب أو مكملات غذائية، وإن شاء الله راح أرشح لك في كل يوم منتج يفيدك ضمينة لسلتك حقك أنت أو لعيالك. في شراب رمضاني مشهور ما يخلى منه بيت، هالشراب جدا منعش ومفيد. هالشراب إما نسميه بريهو، في ناس يسمونه شربة نمل أو تخمة شربتي أو حتى خواجة إبراهيم. هالشراب يتكون من بذور الريحان، له طريقة معينة، كل بيت يختلف طريقته إلى البيت الآخر. في ناس يضيفون هالبذور إلى ماء وشوية ماي ورد وزعفران وسكر ويطلع عندهم شراب بريهو. بس اليوم راح نتكلم عن الفوائد الصحية لبذرة الريحان. الريحان بذرته بس تلامس الماي فانها تفرز مادة هلامية تغطي البذرة. هالبذرة تحسسنا إذا خذيناها كشراب بالشبع، لأنها تنتفخ وتشرب كمية من الماي موجودة في الجهاز الهضمي، فتحسس بالشبع. عشان كذي اللي يبون ينزلون وزنهم بصحة وعافية ويبون يسوون رجيم ويحسون بالشبع يستخدمون هالشراب قبل الوجبات بنص ساعة، بشرط إنه ما يحتوي على السكر. بذور الريحان أيضا تحتوي على كمية عالية من الأوميغا 3 المفيد لصحتنا. أيضا تحتوي على مجموعة من المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وتحتوي على 40% من الحديد المهم للصحة بشكل عام. جربوا هالشراب الرمضاني المنعش في شهر رمضان المبارك وإن شاء الله يفيد صحتكم. شكرا لكم على متابعة اليوم في فقرة سلة حواء، خليكم معنا في فقرات جاية إن شاء الله.